أحد أدوات الخطاب المؤثر هو استغلال المنابر داخل المساجد لإطلاق الحملات السياسية وتجنيد الشباب وحثهم على امتشاق الأسلحة والدخول إلى ساحات الوغى حيث لهيب النيران. في هذا الفيديو ثمة رجل يصرخ بأعلى صوته مستعملا الآيات القرآنية النقية لتوظيفها حسب هواه السياسي والأيديولوجي. هذا الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم قابله كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتهكم والتندر اللذان ينمان عن وعي مجتمعي لدى سكان العاصمة. الرواد الذين معظمهم من الشباب المعاصر للأحداث المتسارعة منذ سنوات طرحوا موقفهم الرافض لهذه الدعاوى بكل وضوح، قائلين إن التشكيلات المسلحة حين كانت تتقاسم الأموال وتستخرج الاعتمادات لم يخطر على بالها مساعدة الشباب العاطل عن العمل والفاقد للأمل، واليوم حين بلغت القلوب الحناجر وعلت صيحات المسلحين صار شباب العاصمة هم الملجأ والمنقذ. منطق الرد هذا فيه من الوعي الكثير، فهو يعكس مقدار ما وصلت له التشكيلات المسلحة من انخفاض في شعبيتها، جعل من الحديث الذي تسوقه والحجج التي تقدمها ضعيفة جدا ولا تؤثر على أفكار الشباب الموجودين في طرابلس والذين عبروا عن عدم استعدادهم للموت من أجل استمرار الغنائم ومنطق الفوضى.